صالح بلدية غليزان في متابعة لقضية عائلة بوشريط، وعاد بهذا التصريح. بوشريط عمار هذا خرجنا له وشفنا الوضعية تاعه اللي راه ساكن فيها مزرية، ودعيناه للبلدية، جاء عندنا للبلدية وجاب لنا ملف وبيستفاد في إطار سكن ريفي، وشديت منه الملف تاعه البلدية، حكمنا الملف تاعه وطلعنا الملف تاعه لرئيس البلدية السنية لاليس تاع السكن الريفي هذه، وطلعناها لمديرية السكن. الحالات هذه المزرية تاع المواطنين اللي هم على مستوى البلديات واللي هم مهمشين واللي هو تكلم عليهم فخامة رئيس الجمهورية باهي لتدعيم هذه الناس اللي ساكنه في البيوت القزيريه، نطلبوا من السلطات المحليه بها تعطي يد العون وتنقذ هذه المواطنين الجزائريين. لم تسلم احد